أهلا بيكم في مجلة الحياة. اتعرفت في الوسط الفني بأنها رمز للإغراء من الدرجة الأولى، واتشهرت بأنها صاحبة أجمل شعر في السينما المصرية. هي الفنانة الجميلة منال عفيفي، واحدة من أهم النجمات في العالم العربي، اللي بدأت مشوارها الفني لما اكتشف الفنان الراحل نور الشريف وقدمها للمشاركة في فيلم الطيب والشرس والجميلة. هنستعرض معاكم أسرار في حياة الفنانة منال وحقيقة زواجها من الرجل الثاني في مصر. تابعونا. بداية بحياتها الخاصة، فتزوجت الفنانة منال للمرة الأولى من الكاتب المسرحي والناقد الدكتور أحمد سخسوخ، وهو عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الأسبق، وتزوجوا وهي طالبة في المعهد العالي للفنون المسرحية، وأنجبوا بنتهم موناليزا، لكنهم انفصلوا ولم يوضح أي منهم سبب الانفصال. وزواجها التاني كان من شاب من خارج الوسط الفني، ولكن كانت متطلباتها أكبر بكتير من قدراته المادية، على الرغم من أنه نقلها من شقة صغيرة في منطقة شعبية لشقة أفضل في الهرم، لكنها بدأت تشتكي منه لعائلة وأصدقائه بسبب عدم قدرته على تحقيق أحلامها، وفي النهاية طلبت منه الطلاق وانفصلوا. وانتشرت أقاويل بعد ثورة يناير 2011 أنها تزوجت للمرة الثالثة من الصديق المقرب للرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وكان معروف بأنه الرجل الثاني في مصر بسبب علاقته القوية بمبارك. فبدأت قصتهم بمجرد لما شافها في أحد المشاهد وطلب من رجاله أنهم يوصلوا لها رغبته في الزواج منها، ولم تتردد الفنانة منال للحظة ووافقت على الفور لتحقيق أحلامها والوصول بسرعة لسلم المجد في أقصر وقت ممكن. لكنها في البداية وضعت شروط لقبولها الزواج، وهي أنه يجيب لها أرقى شقة في منطقة المهندسين وكان سعرها حوالي $1,000,000، وإن يكون كل الأثاث من إيطاليا وأسبانيا والستائر من باريس، وملابسها من محل في الشانزليزيه، وتعادل أقل قطعة فيه ب100,000 جنيه، وكمان مجموعة من آخر موديلات العربيات، ويحط لها في البنك ما لا يقل عن $20,000,000. وبالفعل نفذ رجل الأعمال كل طلبات منال، وطلب منها تنهي كل أعمالها في مصر وتقفل الشقة وتسافر له أسبانيا، وهيعيشوا هناك فترة طويلة، واشترط عليها اعتزال الفن والناس كمان. ولما رجعوا مرة تانية لشقة المهندسين كان شارط إنها ما تتحركش من البيت أبداً وما تشوفش حد غيره، ولكن خرجت منال عفيفي عن صمتها ونفت كل الشائعات، وأكدت إنها ولا مرة شافت رجل الأعمال ده، وإنها انزعجت جداً لأن الشائعة أثرت على نفسية بنتها، وأكدت إنها لم تتزوج بدليل إن مفيش أي مستند بيدل على زواجهم، وقالت إنها اعتزلت الفن من سنوات طويلة لتربية بنتها، ولو كانت زي ما بيقولوا بتسعى لجمع ثروة كانت رجعت للفن. ومن بين الأسباب اللي جعلتها تعتزل كانت المشاهد الجريئة، فقررت إنها ما تسببش أي أزمة لبنتها. والجدير بالذكر إن الفنانة منال محمد عبد السلام اتولدت يوم 27 مايو سنة 1971، وكبرت وسط أسرة متوسطة الحال، فوالدها كان بيشتغل موظف، أما والدتها فهي ربة منزل، والتحقت بمعهد الفنون المسرحية واتخرجت منه سنة 1993 بتقدير امتياز، ووقفت على خشبة المسرح مع المخرج جلال الشرقاوي، وشاركت في فيلم الواد محروس بتاع الوزير مع الفنانة عادل إمام. بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. اكتبوا لنا في التعليقات وقولوا لنا أكتر عمل بتحبوه للفنانة منال عفيفي، واستنونا فيديو جديد مع مجلة الحياة.